نعم السيد عربي بن غنين نائب رئيس مجموعة العاصمة لتدبير مرفق النقل والنظافة بمجموعة تجمعات العاصمة. هناك بجهة الرباط مقرح النفاية أم عزة، اليوم تحضرون لفاس من أجل الانطلاقة الفعلية وتدشين مطرح النفايات، هل من كلمة؟ السلام عليكم. اليوم التمثيلية ديالنا أنا والأخ السي القدوري هو واحد التمثيلية تلبية للخطاب صاحب الجلالة نصره الله، بما أن قال في الخطاب الأخير خصها تكون الروح الوطنية، وبما أن هذا الشاب له روح الوطنية وبدأ راكم سمعتوا بلا ما نطول، يعني تقريبا عمر هذه الشركة هو 10 سنين، والبداية كانت من مدينة فاس، وتاليها المدن ديالنا هي مدينة عين عتيق وعمرة الخير وسيدي يحيى. فلهذا احنا ليس كأشخاص وليس كمسؤولين، بما أن هذه المبادرة وهذه الشركة بأنها مغربية محضة، وسمعتوا أنتم الإنجازات اللي دارت في الظرف الوجيز، بما أنها أصبحت من أكبر الشركات الإفريقية والعالمية، فلذا ما علينا إلا نعاونوها ونأيدوها كروح وطنية للإخوان اللي كيعملوا الشركات. وكنطلب بما أن لجميع الرؤساء بأن باش يستافدوا من هذا المشروع ويعاونوا الشركات اللي كتكون شركة مغربية. فلذا جيت نشوف أنا هذا المشروع، لأن تقريبا الكيفية ديالو نفس الخدمات اللي عندنا في معزة، فلهذا بغيت نشوف الفرق ما بينه وإذا كان شي تحسن اللي غادي نعرفوه من هنا باش إن شاء الله نطلبوه باش يتحسن في المطرح النفايات ديال معزة. فلذا كنشكركم انتم اللي كتواكبونا، وكنشكروا الصحافه اللي كتواكبنا لا في المدينه ديالنا ولا في هذه المدن. فهذا هو يعني المجيء ديالنا لجينا، وهذا هو المجيء ديالنا باش نعرفوا تم الاخوان ديالنا والساكنه ديالنا، باش تعرف يعني الاهتمام ديالنا بالمنطقه. اذا باش خصنا نعرفوا جميع ما يجري حول هذا النظام، كتعرف جمع النفايات هو مشكله عويصه في جميع البلدان والجماعات. فلذا نروا بان اي حاجه اللي كتم، اي حاجه اللي غادي تحسن من المردوديه ومن الكيفيه كيخصنا نتابعوها. والسلام عليكم.